keep calm and negotiate. إلزم الهدوء وفاوض، هذا ما دعا إليه المفاوض الأوروبي المكلف بملف مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ميشيل بارني بشأن تنازع السيادة على جبل طارق بين مدريد ولندن. وإجابة على السؤال هل تضمن أن جبل طارق سيبقى تحت سيادة المملكة المتحدة؟ أجاب بارني قائلا قانونيا ستغادر منطقة جبل طارق الاتحاد الأوروبي في الآن نفسه مع المملكة المتحدة. من جانبه قال الوزير الأول لجبل طارق فابيان بيكاردو جبل طارق ليس موضوعا للقمار في هذه المفاوضات، جبل طارق يعود إلى من يقطنه ونريد أن نبقى بريطانيين ولا شيء سيغير ذلك. وكان متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قال إن بلاده ستنتظر نهاية الشهر حتى تعرف آراء بقية أعضاء دول الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل مثل جبل طارق، وهو ما أثار ردة فعل حادة من فابيان بيكاردو.